كريم أبو صايم من صف أول، اليوم أعلمكم كيف تعمل سكرين سيفر على ويندو 7 وويندو 10. ويندو 7 نروح على كبسة يمين، نروح على آخر أوبسن بيرسونال لايس، بعدين بنروح على أوبسن اسمه سكرين سيفر. نروح نختار نوع السكرين سيفر، مثلا بابلز، ونعمل اوكي. البابلز من السكرين سيفر، هلا نشوف كيف بدنا نعمل الويندو 10. كبسة يمين، نروح على بيرسوناليز، نروح للاحتلاف لوك سكرين، اختار صورة بدك اياها باللوك سكرين.